أشير هنا إلى دراسة أجريت خلال الأسبوع الماضي حول مدى وعي المواطنين بخطورة وباء كورونا، وقد أظهرت الدراسة مع الأسف أن أقل من نصف الأردنيين، ما يقارب 43%، يأخذون خطورة فيروس كورونا على محمل الجد، مقابل 57% لديهم شكوك بدرجات مختلفة حول صحة وجود الوباء وخطورته. منهم 8% يعتبرون أن الوباء أكذوبة أو مؤامرة، مع كل أسف. وهو ما يقوله المثل: كثر الزن أقوى من السحر. حياكم الله. وعليه فالحديث يكثر عن أن ما يحدث هو مؤامرة كورونية حكومية تريد منها الحكومة ترتيب أوراق داخلية. لكن بالمقابل، مختصين في الشأن الطبي يؤكدون أن ما يحدث هو موجة جديدة من الفيروس ولدت بسبب إخفاقات في جابر كان لها انتشار واسع، ساهمت أيام العيد بسرعتها، والخوف بالمصطلح الذي وصلني: خايفين تفرط المسبحة وسيحدث ما لا يحمد عقبه، لا قدر الله. في الأردن خارطة كورونا تتجدد، بدأت في موجتها الثانية من جابر، أما تفاصيلها فسأناقشها مع ضيوفي، وأبدأ برئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحديثة في مركز الحسين للسرطان دكتور فراس الهواري. مساء الخير دكتور. مساء الخير. وأهلا بمسؤولي ملف كورونا في وزارة الصحة دكتور عدنان إسحاق. مساء الخير. مساء الخير. وسينضم إلينا جمع من المحافظات. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم جميعا. يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك. نستعرض إياكم تسلسل حالات الإصابات المحلية بفيروس كورونا من معبر جابر، هذا خلال 10 أيام الأخيرة فقط. بدأت أولى الحالات من معبر جابر في 7 من آب الحالي لمواطن في محافظة إربد. في 8 من ذات الشهر سجلت 4 حالات، 3 منها في إربد وواحدة في المفرق. في اليوم الذي يليه سجلت 5 إصابات، 3 منها في إربد وحالتان في المفرق. أما في 10 من آب فقد قفزت الإصابات إلى 14 إصابة، توزعت على 4 محافظات، لينتقل الفيروس من إربد والمفرق إلى معان حيث كان نصيبها حالة، في جرش أيضا حالة، و6 لإربد و4 في العاصمة. في اليوم الذي تلاه سجلت 13 إصابة، 5 منها في الرمثة و4 في العاصمة عمان و2 في إربد وحالة واحدة في جرش، وانتقل الفيروس إلى محافظة جديدة وهي عجلون. بتاريخ 12 آب سجلت 16 حالة، توزعت على إربد 5 حالات، الرمثة 6 حالات، العاصمة 4 حالات، وحالة واحدة في المفرق. 10 حالات تم تسجيلها في 13 آب، كان منها 4 في إربد، 4 في الرمثة، 2 في العاصمة. تراجعت الحالات إلى 3 حالات بتاريخ 14 آب، كانت حالة واحدة في إربد وحالتان في الرمثة، لترتفع إلى 9 حالات يوم السبت 15 آب، توزعت 4 في الرمثة، 4 في العاصمة، وحالة مخالطة لإصابة في مناطق العزل. يوم أمس الأحد قفزت الحالات إلى 31 حالة، 19 منها في الرمثة، 11 في العاصمة، وتوزعت في البلقاء. أما اليوم فسجلت 16 إصابة، منها 9 في العاصمة عمان، 4 حالات في إربد، 2 في البلقاء، وتوسعت أيضا الخارطة لعزل بناية، ووصل الفيروس إلى الزرقاء. أهلا بكم من جديد وأهلا بضيوفي. وبدأ معك دكتور، نحن الآن تحدثنا وشفنا كيف تجددت خارطة كورونا بسبب مصدر الذي جاء منها وهو معبر جابر. بعدما توزعت هذه الإصابات على المحافظات، كيف تقرأ هذه الخارطة؟ أين تتجه؟ ما هو جديدها؟ تخيف أو لا؟ تفضل.
مساء الخير مرة أخرى للجميع والمشاهدين. بالتأكيد اليوم وضع وبائي جديد في الأردن. لا نستطيع أن نكون حذرين أكثر من اللازم مع هذا الفيروس. وهذه الحالات اليوم تسترعي منا وتستدعي أيضا خطط جديدة. اليوم أعتقد أنه يجب أن نخطط بناء على السيناريو الأسوأ، وهو أن هذا الفيروس لم يعد فقط مستوردا من الخارج وإنما أصبح مستوطنا في الأردن. والسبب بسيط، أنه في كل حالة تسجل هناك 5 إلى 10 حالات لم نرصدها في الأردن. وبالتالي عندما نتحدث عن هذا العدد الكبير من الحالات، وتم إعلان أنه في حوالي 3000، أكثر من 3000 مخالط، إذا أردنا اليوم أن نفترض السيناريو الأسوأ وهو أنه حوالي 17% من المخالطين سيتم إصابتهم بهذا الفيروس، على اعتبار أن أحدا لم يكن محتاطا بالمحافظة على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، هذا يعني أنه اليوم هذه الأزمة قد تصل فينا إلى حوالي 500 إلى 600 إصابة خلال الأسابيع القادمة. يعني من نتحدث اليوم حتى نقيمها فعلا حوالي أسبوعين، أنا يعني في حدها الأدنى قد يكون 120 إصابة، يعني إذا بدنا نأخذ المعادلات الرياضية. هذا اليوم يستدعي منا التفكير بكثير من الأشياء. لماذا حدثت هذه الأمور؟ كيف يمكن، وهو الأهم، لأنه باستطاعتنا اليوم أن نسيطر. أنا لم أقلق حقيقة من عدد الإصابات، ولكن ما حدث هو أنه كشف أن عندما نقوم بفتح القطاعات لا يأتي هذا الفتح مصحوبا بآلية وخطط واضحة تضمن عدم حدوث ما حدث. فكيف سنتعامل اليوم مع فتح قطاعات جديدة؟ عندنا المدارس والجامعات، عندنا الاستحقاق الانتخابي، عندنا فترة الشتاء اللي هي تقوم، يعني ستكون فترة صعبة جدا. فكل هذا الكلام يستدعي اليوم إعادة النظر بكل ما وضعناه. لكن لفت انتباهي شيء واحد، بأن الفيروس محلي وليس وافد أصبح اليوم في الأردن. هذا الكلام دقيق، يجب أن نخطط بناء على هذا الكلام. يعني عندما تكون الحالات بهذه الأعداد، لا نستطيع اليوم أن نستمر بالتفكير أنه فقط قادم من الخارج. اليوم أصبح اليوم أن نتعامل معه حقيقة واقعة. دكتور عدنان، بعد أمرك إذا سمحت سأذهب إلى الرمثة مباشرة، حيث ينضم إلينا رئيس فريق التقصي الوبائي في إربد الدكتور علي زيتاوي. مساء الخير دكتور علي. هلا، مساء النور أستاذ عامر، هلا فيك. دكتور، اليوم الحمد لله لم تسجل في لواء الرمثة أي حالة. الحمد لله. دكتور، نتحدث الآن عن التقصي. كم عدد العينات التي قامت فرق التقصي اليوم ومبارح بأخذها؟ مساء الخير أستاذ عامر، مساء الخير إلى كل المشاهدين لضيفك الكريم. مساء النور. أنا العينات اللي تم أخذها من الرمثة أو من إربد، تم جمع يعني العمل ما بين الرمثة وإربد بسبب وجود الحالات المشتركة ما بين إربد والرمثة، حيث أنه ودينا من مبارح الفرق التقصي اللي تابعة لمحافظة إربد، مديرية صحة محافظة إربد، مجموعة منها إلى الرمثة، واليوم كمان في مجموعة كبيرة حوالي 10 فرق من مديرية صحة محافظة إربد كمان اشتغلت في الرمثة، حيث أنا شخصيا كنت موجود بالإضافة إلى عطوفة مدير صحة محافظة إربد الدكتور رياض، طبعا بالتوجيهات من معالي الوزير، على أساس أن نشتغل ساحة الرمثة بحكم عدم وجود عدد كافي من الفرق عندهم. إضافة إلى هيك، هي عبارة عن محافظة واحدة، والحالات الموجودة عندهم باعتبار كأنها عندنا. مبارح كان في عدد حالات كبير، اليوم الحمد لله ما تسجل حالات، اليوم تسجل حالات فقط في إربد 4 حالات، والحالات اللي تسجلت كمان هي من مخالطين موظفين جابر، أيضا 2 منهم كانوا موظفين موجودين في الحجر في فندق سيدرا، والاثنين الثانيين من مخالطين لأحد المصابين برضو من موظفين جابر. نعم. امبارح الفرق اشتغلت بشكل مشترك مع فرق الرمثة، وجمعت من المخالطين ما بين فرق الرمثة وفرق إربد ما يقارب حوالي 800 عينة. اليوم اشتغلت 10 فرق من مشتركة من إربد والرمثة، جمعنا من الرمثة لوحدها 1123 عينة ما بين مخالطين والبعض العينات العشوائية. من إربد كمان جمعنا حوالي 860 عينة. اليوم كان مجموع الفرق حوالي 16 فريق، جمعت 1933 عينة من الجهتين. نعم.
منها 1623 عينة هي عبارة عن مخالطين لإصابات حدود جابر. تقسمت حوالي 812 عينة في إربد لمخالطين فقط، و 821 عينة في الرمثة فقط لمخالطين. نعم. هذا طبعا اشتغلنا في الحلقة الأولى والثانية للمخالطين، ولم نتوسع بعد إلى أبعد من الحلقة الثالثة إلا الجزء البسيط. طيب دكتور، نعم. السؤال الآن تحدثت لي عن 1933 حالة، من 1933 حالة نتائجها يوم الغد. نعم. ستظهر نتائج العينات، متى ستظهر؟ المفروض أنه يظهر يوم، المفروض أنه يظهرن كلهن يوم الغد، ولكن في بعض المرات لما يكون في عندنا ضغط على عمل العينات في المختبر المركزي بيتم بعض التأخير. إنما الحالات المخالطة، الحالات المخالطة اللصيقة إحنا بنفرزها لوحدها وبنكتب عليها عينات إيرجنت إنها طارئة بدنا إياها تنشغل بسرعة، فبتنعطى الأولوية على أساس إنها تنشغل قبل غيرها، حتى إن ما نضيع أي حدا ممكن يكون حامل العدوى أو في عليه خطورة إنه يكون حامل عدوى. طيب دكتور، سؤال آخر، تحدثت بأنه 1623 من العينات التي قمتم بالتقصي عنها في الرمثة وفي إربد لمخالطين، هل عدد المخالطين فقط 1623 أم أن هناك مخالطين، يعني كم عدد المخالطين كلهم بإربد وبالرمثة؟ لا، هو عدد المخالطين كبير، يعني حقيقة ما بتقدر تحصيه 100%، إنما إحنا بنأخذ من كل إصابة بنقسمها علميا إلى حلقات للمخالطين، الحلقات المخالطة اللصيقة اللي بكون مسميهم كلوز كونتاكت لما بنعمل كونتاكت تريسينج اللي هي متابعة المخالطين، الحلقة الثانية اللي هم الناس اللي بكونوا خالطوا جزء بسيط أو عن بعد، الحلقة الثالثة خالطوا للمخالطين، فبتظل كل ما توسعت الحلقة بزيد عدد المخالطين عندك للحالة تقريبا. المعدل العام إذا بدك تحسب لكل حالة إصابة بدك تحسب ما يعادل من 100 ل 110 حالات بدهم يكونوا هذول مخالطين، يعني تقريبا العدد. نعم. الكلي في معدل عام، المعدل العام 3000 العدد أم الكلي أكثر. بدك تحسب، بدك تحسبها في لا العدد الكلي بدك تحسب هسه ما بين الإصابات اللي في الرمثة وفي إربد مع بعض فيما يتبع حدود جابر هن صارن حوالي 71 إصابة، فبدك تحسب إنه المخالطين وصلوا أكثر من 5000 مخالط حالياً. أوه. من 5 إلى 6000 مخالط. إحنا حالياً من يوم الجمعة لما بلشت الجائحة لحد الآن إذا بنجمع مجموع العينات مع العينات الألفين تقريباً اللي انسحبن اليوم وصلنا تقريباً إلى 6000 عينة للمخالطين، بنقدر نعتبرهم من الثلاث حلقات الأولى للإصابات فقط اللي موجودة عندنا ما بين إربد والرمثة. نعم، لكن الست آلاف عينة. نعم. نتجت عنها 71 إصابة فقط. نعم، 71 إصابة منها طلع الحمد لله، والآن باقي عندنا 5000 تقريبا إلى 6000 العينات الباقية، 5000 إلى 6000 اللي سحبناها طبعا طلعت نتائجها سلبية، ولكن إحنا ما زلنا عم نسعى وراء المخالطين في الحلقة الأوسع، بقي عنا الحلقة الثالثة أو الرابعة نعمل إلها كمان مخالطين، وراح يظل العمل مشترك ما بيننا وبين الرمثة. عدا عن هيك بعدها راح نصير في عنا إشي اسمه ماسيف سكرينينج اللي هو مسح كامل للأحياء اللي فيها عدد إصابات كثيرة سواء كان بالرمثة أو كان في إربد. يعني بالرمثة احنا حاطين منطقة الحي الشرقي اللي فيها عائلات كاملة انصابوا فيها، منطقة إربد فيها منطقة التطوير الحضري، ومنطقة في منطقة في الحي الشرقي كمان حاطينها بالحسبان. نعم. انه نمسح كذا عمارة منها لانه هذول فيها اصابات وطلع منها عدد يعني من الاصابات مش. نعم. اصابات فردية. طيب دكتور سؤال، بكون عدد المخالطين فيها واسع. نعم دكتور سؤال. نعم. اخير، سؤال اخير، المخالطين اللي بصورة لصيقة فضل. كم عددهم؟ المخالطين بالصورة اللصيقة هم عادة بكونوا أقل الأعداد، يعني بمعدل 20 إلى 25 واحد لكل إصابة، بيعدل بدها تقول يعني لل 71 إصابة يقاربوا أقل من 2000 عدد، 2000 واحد. 2000. شكرا جزيلا لك. مخالطين لصيقين بنسميهم كلوز كونتاكت. نعم نعم، شكرا. نعم. جزيلا لك الدكتور علي زيتاو، الله يعطيك العافية، رئيس فرقة التقصي الوبائي في إربد. شكرا لكم أيضا، وشكرا أيضا لأنكم قمتم بتكثيف فرق التقصي، تقريبا صار عندكم أكثر من 10 فرق تقصي في الرمثة ومحافظة. شكرا لك دكتور، وأسبع منك دكتور عدنان. الآن سمعنا معالي العضيلي يتحدث حسب الدراسة بأنه في 43% من الناس مش بتصدق انه في كورونا او بتساهلوا، بقول لك ما في كورونا، ما في كورونا. هل هذا الحديث دقيق؟ هل هناك ترتيب اوراق داخليه من قبل الحكومه؟ هل هناك مؤامره كورونيه كما يتم الحديث ام عن جد في كورونا؟
مساء الخير لك وللاخوه المشاهدين ولزميلي الدكتور فراس. بالنسبه لما تفضلت فيه انها مؤامره كورونيه، فهذا الكلام يعني عاري عن الصحه. المرض موجود ويجب ان نتعامل مع هذا المرض انه موجود. الجائحه هاي اجتاحت كل العالم وكل الدول بتسجل اصابات ووفيات، فبالتالي هذه مش مؤامره وانما هذا واقع موجود. ونحن في الاردن لو كانت مؤامره لما نفحص بالفحص مخبري ما ببين عندنا انه في فيروس كورونا في من خلال الفحوصات اللي بنجريها. دكتور، الان من جابر لليوم سجلنا عدد حالات اكثر من ايام كورونا اللي هي في البدايه. نعم. لماذا؟ شو السبب؟ عندنا الدكتور علي يتحدث أكثر من 2000 مخالط. نعم. مباشر. نعم. عندنا 6000 مخالط، 6000 عينة نتج عنها 71، الآن في عندنا كمان 5000 مخالط، يعني نتحدث عن أعداد كبيرة من المخالطين. نعم. أنا بحكي لك سيدي، شو هو السبب؟ شو المشكلة؟ هل فعلا هو جابر أم أن هناك شيء مخفي؟ لا لا، ما في شيء مخفي. وإنما أنا بدي أحكي لك بالنسبة للإصابات، يعني مصدرها معبر جابر كما تعلم. قبل العيد بأقل من أسبوع دخل عندنا أخوة مواطنين كانوا تقطعت فيهم السبل في الجمهورية العربية السورية، وأتوا عبر المنصة وبالتنسيق مع خلية الأزمة وأتوا إلى الأردن. فحصتوهم؟ تم فحصهم، تم حجرهم. ماشي. حوالي 170 شخص تبين عنا 44 إصابة من بين هؤلاء الذين قدموا من الجمهورية العربية السورية. طيب. وعندما فحصناهم بالفحص الأول ظهرت الإصابة. وين حجرتوهم دكتور؟ حجرناهم بالفنادق، فنادق البحر الميت، فنادق عمان والبحر الميت. طيب. بغض النظر، ال 44 إصابة من هذه الإصابات هي انتقلت الفيروس إلى الموظفين في جابر ولا لا؟ غالبا ما بيكون في يعني تصرفات فردية ما بين الموظفين اللي العاملين على المعبر، سواء كان مش لابس كمامة، صار في تماس ما بينه وما بين أحد الإصابات هاي، انتقل الفيروس من هذه الإصابة إلى أحد الموظفين، ومن ثم الموظف الذي انصاب عدا أو نقل الفيروس الى زملائه الاخرين. دكتور، اي شغله؟ ماشي. شغله ثانيه بس خليني اكمل. اه طبعا تفضل. بالنسبه لعدد الاصابات اللي زاد هذا، كما تعلم فتره عيد الاضحى ما كان في التزام من قبل المواطنين بامور الكمامه وبامور التباعد الاجتماعي، بل بالعكس كان تقارب جدا. فبالتالي هاي الاصابات كانت نتيجه الاختلاط اللي صار في فتره عيد الاضحى. ماشي. طيب الان عدد الحالات الكلي كم هسه؟ عدد الحالات الكلي بشكل عام من بدايه الجائحه الموجودين الان في المستشفيات اللي تم شفائهم هسه بدي كم مصاب بفيروس كورونا؟ الموجودين هسه 159 159 اصابه. نعم. كيف حالاتهم؟ حالاتهم ما بين خلينا نقول الجيدة والمتوسطة. عندنا 5 حالات في العناية الحثيثة، حالة واحدة من بين الخمس حالات هاي يعني وضعها حرج شوية. بالمناسبة ولا يوجد ولا أي واحد عليهم على من على أجهزة التنفس الاصطناعي. ولا الحالة الواحدة؟ ولا الحالة. طيب يعني الحالة الواحدة كبير بالسن، مريض، كيف وضعه الصحي؟ وضعه الصحي بيشتكي من أمراض أخرى؟ عنده أمراض مزمنة. نعم عنده أمراض مزمنة. كبير. نعم. في العمر؟ صغير؟ نعم فوق 60 سنة. الله يشفيه ويعافيه. سأذهب إلى فاصل قصير أول، بعد ذلك ربما نجد طرق وحلول. فاصل قصير. اهلا بكم من جديد واهلا بضيوف. اسمح لي مباشره ان اذهب الى محافظ الزرقاء عطوف تحجازي بك العساف. مساء الخير حجازي بيه. يسعد مساك اخي عامر، ومساء ضيوفك ومساء الاخوه المشاهدين جميعا. سيدي نتحدث عن الزرقاء، كنا دائما نود الحديث عن الزرقاء في شيء غير الكورونا، لكن اليوم في حاله واحده في جبل الامير رحمه، صحيح؟
نعم يا سيدي، سجلت صباح هذا اليوم حالة واحدة لشاب يبلغ بالعشرينات من العمر، وهذا الشاب يعمل في العاصمة عمان ومخالط لإصابة مؤكدة. فتم من عنا اتخاذ الإجراءات اللازمة كما هو متبع. بالخطوة الأولى تم عزل البناية التي يقطن فيها. نعم. وهي البناية تتكون من أربع طوابق حوالي 7 شقق، يعني المصاب وذويه أشقائه وأهله. وأيضا تم الإجراء الفوري بأخذ العينات من ذوي المصاب ومن ما خالطهم خلال الفترة الماضية من خلال فرق التقصي التي كانت تعمل معنا هذا اليوم، وكان عددها 4 فرق. نعم، لكن النتائج ما زالت. نعم. لم تخرج النتائج، نتائج العينات لعائلة المصاب. النتائج نعم يا سيدي، النتائج مثل ما حكونا مديرية الصحة بأنه إن شاء الله غدا النتائج تظهر. غدا النتائج غدا. طيب، الحديث عن المنطقة جبل الأمير رحمة منطقة سكانية مكتظة، وبالتالي حتى لو كان أنه الشاب بيشتغل بالعاصمة عمان فأكيد خالط. نعم نعم يا سيدي. لذلك فرق التقصي أخذت عينات من العمارة ومن من خالطهم من المجاورين، فبلغ عدد العينات عندنا 95 عينة تم أخذها اليوم. نعم، 95 عينة. وما زال العمل جاري على التقصي. أه. يعني لن يتوقف الموضوع عند 95. وما زال العمل جاري. نعم. يعني لم يتوقف الموضوع عند 95 عينة. نعم فقط، الآن هناك فرق تقصي أيضا في نفس المنطقة. نعم يا سيدي، مديرية الصحة تعمل على مدار الساعة، وعندي لجنة التقصي التي تعمل على مدار الساعة في المحافظة، في حال ورود أي معلومة منه من قرايبه من أهله أنه خالط فلان أو علان يتم الإجراء الفوري بأخذ العينات منهم. نعم، الحالة لها علاقة بمعبر جابر، خالط أحد موظفين معبر جابر أم لا؟ حالة جديدة بعيدة عن معبر جابر، إذا كان لديك المعلومة. يا سيدي والله ما عندي معلومة، المعلومة اللي عندي أنه خالط أحد المصابين يعمل معه في العاصمة عمان. نعم. ومعالي الوزير اليوم أفاد بأنه يعني المصدر معلوم، طالما المصدر معلوم إن شاء الله الأمور بتكون أحسن يعني. طيب، يكثر الحديث حول بأن هذا الشاب الذي أصيب بفيروس كورونا حضر حفلات التوجيهي، لنجحوا بالتوجيهي، هل هذا الكلام دقيق أم أنه إشاعة وخرجت؟ سيدي أي معلومة لا نغفل عنها، خالط فرح التوجيهي أو حفل الفرق تعمل، أنا ما وصلني أنه خالط حفل توجيهي أو غيره، لأني كنت موجود في الميدان وسمعت من الجيران وسمعت من أهله. نعم. ممكن إذا كان في معلومة يعني أيضا يتم اتخاذ الإجراء اللازم عليها. طيب، السؤال الأخير، وضع الوباء في الزرقاء كيف هو من خلال فرق التقصي وخلال مديريات الصحة ومن خلال اللجنة التي شكلت في الزرقاء لمواجهة كورونا؟ نعم يا سيدي، الحمد لله الوضع في محافظة الزرقاء جيد جدا، وهذا لا يعني أنه نستكين، إحنا من بداية الأزمة ولغاية هذه اللحظة نعمل على مدار الساعة تقريبا من خلال فرق الصحة، من خلال الغذاء والدواء، من خلال اللجان الأمنية في المحافظة ولجان السلام العامة. نعم. آخر إصابة سجلت في محافظة الزرقاء غير إصابة اليوم كانت في بداية شهر 6، يعني المواطن الآن الكرة في مرمى المواطن، أوامر الدفاع موجودة، التعليمات موجودة، التوعية موجودة، الكل مواطن بيعرف إيش المطلوب منه، كل مواطن بيعرف إيش المطلوب منه، ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، ضروري أن تمنا محافظين هذا الكلام. نعم، شكرا جزيلا لك. إن شاء الله متطلب خير. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك عطوفة محافظ الزرقاء حجاز العساف، شكرا جزيلا لك. وأعود لك دكتور، أعود فقط خلينا نحلل الوضع الآن. في عنا 2000 مخالط لصيق، عنا 6000 عينة نتج عنها 71 إصابة، شو بيعني هذا الرقم إذا بدنا نحسبه؟ كيف ترى؟ ونقطة ثانية، بدنا حلول دكتور، بدنا طرق جديدة، يعني الخاصر الرخوة هي معبر جابر ومعبر العمري وما زالت خاصرة رخوة. نعم. يصعب السيطرة عليها. نعم. تفضل. يعني أول شيء بالنسبة للاستماع لعدد الحالات اللصيقة، أنا بعتقد هذا الرقم كان مشجع أنه عندنا 2000 حالة. أتأمل يعني إذا كان اليوم بدنا نوازن ما بين السيناريو الأسوأ والسيناريو الأقل سوءا، يعني أنه يعني أتمنى أن تنحصر الحالات بحوالي 200-250، يعني صاحب أن نتأكد 100%، لأنه كل هذه الأرقام
من الصعب حصرها بدقة. ولكن مرة أخرى اليوم إحنا في وضع وبائي جديد، هذا راح يتطلب اليوم ويفرض علينا تغيير في قواعد الاشتباك مع هذا الفيروس. نعم. يعني أنا أولاً على سبيل المثال أنا بعتقد أنه ليس من العدالة على الإطلاق أن نطالب بفتح على سبيل المثال المعابر ونقول افتحوا المعابر والحدود دون أن يكون هناك آلية واضحة ونضع الحمل على العاملين على المعابر والحدود أو على وعي المواطن أو على وعي المواطن. فيا حبذا كان على سبيل المثال، وإحنا هلا بدنا طبعا ننسى اللي راح ونتعامل مع القادم، يا حبذا كان لو على سبيل المثال لجنة الأوبئة تحتوي على أو فيها العديد من الخبرات، لو قامت بزيارة ميدانية ودرست الوضع وآلية المناولة وآلية العمل ووضعت الخطة ومن ثم دربت جميع الموظفين العاملين على الحدود والمعابر، كان بإمكاننا على الأقل أن نوزع المسؤولية وأن نحدد يعني إحنا بنسمع هلا السؤال دائما اللي يتكرر ليش عم بصير. لو وضعنا هذه الخطة وقمنا بتدريب الموظفين وكان هناك أيضا رقابة مستقلة كنا سنستطيع أن نحدد الخلل، هل هو في الخطة؟ هل هو في تطبيق الخطة والمخالفات من قبل الموظفين؟ ودائما وجود رقابة مستقلة سيساهم في إعطاء الحلول. اليوم نفس الخطأ قد يتكرر في المدارس، إذن اليوم إحنا بحاجة اليوم أن نضع الخطة وسريعا وأن يتم إشراك أهم عنصر وهو أهالي الطلبة. طيب دكتور سؤال، قبل أن نبدأ بالمدارس أو قبل أن نعود إلى الجامعات، الآن في عندنا معبر، المعبر هذا مسكر، النصيحة أن يستمر إغلاق هذا المعبر حتى يتم عزل لواء الرمثة، يعني يرفعوا العزل عن الرمثة أم لا؟ لأنه كيف بده يرجع المعبر وفي عندنا عزل بالرمثة؟ نعم، نسيطر على الحالة الوبائية أولا، هذه نقطة مهمة جدا. أنا بعتقد تنطلق فرقة أو فرق من لجنة الأوبئة إلى بؤرة الجابر وتراقب وتدرس ماذا يحدث هناك وتضع الآلية، وهذا لن يستغرق أكثر من 48 ساعة. يعني إذا قمنا بالذهاب إلى هذه المنطقة من الخبراء وضعنا الآلية وفرضنا تنفيذها، واليوم صراحة إحنا لن تنجح أي خطة في الأردن إذا لم نستعد ثقة المواطن الأردني بإجراءات الحكومة وثقة المواطن أن هناك مرضا. اليوم هذه الثقة اهتزت بشكل كبير، نراها اليوم في الإحصاءات. صحيح. ولها أسباب، يعني هناك أسباب. التساهل الحكومي سبب؟ هما على الأقل سببين. أولا وصلت إلى المواطن إيحاءات بأن المرض انتهى في الأردن، هذا سبب. السبب الثاني كنا نطلب ولا نزال من المواطن الالتزام، ثم يذهب المواطن وحتى اليوم وأنا أؤكد لك حتى هذه اللحظة إلى الدوائر الحكومية ولا يجد التزاما من هذه الدوائر، سواء كانت وزارات، دوائر عامة، أي دوائر رسمية. إذن اليوم يجب أن يكون هناك آلية لإرسال إشارات واضحة للمواطن الأردني من خلال التزام الحكومة أولا بقوانين الدفاع. يعني إذا لم تلتزم الحكومة، تقصد القطاع العام والدوائر الحكومية غير ملتزمة، موظفين وغيرهم؟ بالتأكيد، وهذا مش بحاجة، يعني اليوم بزيارة بسيطة لقناتكم لأي دائرة حكومية غدا ستستطيع أن تثبت هذا الكلام. أنا زرت كمواطن. دكتور بس تشيل الكاميرا كله بلتزم. صحيح، بس أنتوا عندكم أساليبكم اللي ممكن تفوتوا من دون ما يكونوا عارفين أنكم معكم كاميرا. لكن على سبيل المثال كان هناك قبل أقل من شهر كتاب من معالي وزير الصحة على التشديد على موضوع حظر التدخين في الدوائر الرسمية. صحيح. اذهب اليوم إلى دوائر القطاع العام ستجد التدخين موجودا، وحذرنا من موضوع القطاع العام وقبل فتح القطاع العام، وطالبنا أن لا يكون الدليل الإرشادي مجرد حبر على ورق، وأن يكون هناك تدريب وآلية للمتابعة، فرق متخصصة من يضع الخطة غير من يشرف على تطبيق هذه الخطة ومن يعطي أو يقوم بالعقوبة. فبالتالي عندنا اليوم إحنا مراحل مفصلية، الجامعات والمدارس، الانتخابات، فصل الشتاء. أنا أقولها اليوم من خلال قناتكم أيضا، سيكون أيضا من الظلم الكبير أن نعتقد أن القطاع الصحي اليوم جاهز لاستقبال فصل الشتاء. كوننا نعمل في مستشفى هذا لا يعني بطريقة تلقائية أن لدينا الخبرة الكافية للتعامل مع حالات يشتبه فيها أنها مصابة بكورونا. هناك أيضا أنا بعتقد ما هو أهم من المستشفيات، المراكز الصحية وأيضا مراكز الإسعاف والطوارئ اللي منتشرة في كل أنحاء المملكة.
أنا أستطيع أن أقول من دون ما أذكر أسماء أنه في خلال الأيام السابقة حالة موثقة ذهبت وراجعت إحدى المستشفيات بوجود حرارة وألم في الحلق وتم إرسالها إلى المنزل بإجازة مرضية دون أن يتم فحص الكورونا. قد نستطيع أن نقوم بهذا الآن لأنه عدد الحالات قليل لكن في المستقبل القريب ونريد هنا تعاون المواطن لأن المستقبل سيغير طريقة التعامل. لن نستطيع الاستمرار بإرسال كل حالة PCR إيجابي إلى المستشفى. لن نستطيع الاستمرار بحجر وحظر الناس القادمين من خارج الأردن أسبوعين في الفنادق وأسبوعين في المنزل وأسبوع في المنزل. هذا التغير على أرض الوباء اليوم، التغير في شكل المعركة اليوم يتطلب أن نبدأ التخطيط، لأن 20% من من يصابوا بالفيروس يحتاجوا إلى تظهر عليهم الأعراض وقد يحتاجوا إلى دخول المستشفى. يعني إذا استطعنا أن نخرج بمعادلة بسيطة تغير آلية التعامل نستطيع أن نرفع سقف الحالات التي نستطيع أن نتعامل معها من 80 إلى 400، وبالتالي هذا فرق كبير. نعم، سأتحدث عن تغيير آلية التعامل. هناك خطة فعلية في تغيير آلية التعامل مع الفيروس، وماذا تخبئون الآن؟ هل سيتم إعادة العمل في معبر جابر أو لا؟ لكن بعد أن أنتقل وإياكم إلى الدكتور وائل العزب مدير مديرية الصحة في محافظة البلقاء. مساء الخير دكتور. مساء الخير دكتور. نحن نتحدث عن حالتين أو أكثر اليوم في البلقاء. دكتور أعيد السؤال، مساء الخير. مساء الخير دكتور. كم حالة في البلقاء اليوم، حالتين أم أكثر؟ هذا اليوم سجلت حالتان فقط. يوم الأمس الصوت مختفي. يوم الأمس حالة واحدة من نفس العائلة. يعني هم ثلاثة لعائلة واحدة، من هم؟ الزوج والزوجة وطفل أم أخوة ولا شو؟ لا يا سيدي، سيدي مع ابنتها المتزوجة والطفلة. طفلة، إذا ثلاث حالات، وبالتالي تم عزل البناية أو نعم. البيت أو المنطقة. تم عزل الحي لغاية ظهور لمدة 48 ساعة تقريبا، نحن بانتظار ظهور النتائج للمنطقة أو الحي المعزول المغلق. في حال ظهور النتائج سلبية إن شاء الله نأمل ذلك يتم التعامل مع المنزل المباشر للقاطنين والتي ظهرت فحوصاتهم إيجابية. كم عدد المخالطين؟ يا سيدي فرقنا فرق الاستقصاء من البارحة لغاية اليوم وعددها 9 فرق تقريبا، جمعت حوالي 507 فحوصات من المخالطين المباشرين، وزملائنا في فرق استقصاء محافظة العاصمة تم إبلاغهم بمخالطي القاطنين في عمان في بعض أحياء عمان الغربية وغيرها. أعتقد بأن العينات تجاوزت 1300 عينة. ونتائج هذه العينات متى؟ يوم الغد أيضا ننتظر إن شاء الله الصباح الباكر بظهور النتائج. والله غدا في عنا تقريبا عينات كثيرة لمخالطين بالدرجة الأولى، إن شاء الله تكون النتائج مبشرة على أقل تقدير بدون حالات. طيب كيف هي الحالة الوبائية الآن؟ نأمل الحالة الوبائية بالمحافظة بحمد الله الوضع مستقر في هذه الأيام والأيام الماضية. الفرق لم تنقطع عن أخذ العينات العشوائية بشكل يومي حتى في العطل الرسمية والأعياد. الفرق تقوم بجمع أكبر كم من العينات من المؤسسات ومن الشارع المحلي والهيئات والدوائر الحكومية، ولكن كل أسف وأستثمر هذه الفرصة من خلال صوت المملكة للأسف الشديد إنه في نوع من العزوف، نوع من التراجع من مواطنينا وأهلنا في المنطقة
في تقديم الإمكانية أو تسهيل مهمة أخذ أكبر كم من العينات والالتزام بالشروط والتعليمات التي كانت في بداية الجائحة. كنا نعول ونتأمل أن تكون الأمور أو تسير لإيجابية أكثر، ولكن للأسف الشديد الوضع بتراجع. ثقافة المواطن اتجاه الجائحة بدأ بتراجع وعدم الثقة بكل ما يقال وكل ما يتم التعامل معه. أدعو من خلال قناتكم الطيبة أهلنا في المحافظة وفي الوطن الحبيب عام الالتزام وتفهم الوضع بأن الوضع يسير اتجاه السلبي وليس باتجاه الإيجابي، وأن الوباء استوطن في الوطن شأنه بشأن الدول المجاورة وفي دول العالم، فيلزمنا التكاتف والرجوع على الأقل مبدئيا. نطلب الرجوع للالتزام اللي كنا فيه بالبداية، لأنه كنا نأمل أنه تكون الأمور أفضل بكثير ونسير باتجاه الإيجابية لمقاومة هذا الفيروس وهذا الحرب على هذه الجائحة، والتي قد تفتك بأعداد كبيرة. ونظرا لدخولنا في هذا المنحنى وفي هذا الوضع الذي يزداد سوءا في كل يوم، أأمل وكل رجاء أن نطبق تعليمات وزارة الصحة واللجان المتخصصة وأصحاب القرار في هذه التخصصات، لأن الوضع ليس بالسهل، ولا سيما نحن مقبلون على ظروف قد تكون أصعب، ظروف فتح بعض مؤسسات وأوسع والتعامل أو دخولنا في بعض ظروف مثل الشتاء أو غيره. فأأمل وكل رجاء من إخواننا وأهلنا في محافظتنا وفي وطننا الغالي الالتزام وتطبيق التعليمات حسب الأصول. نعم دكتور، يعني إحنا يعني هذا ما نأمله جميعا أيضا، ونحن نقدر بالتالي دكتور يعني فرق التقصي وما تقوم به من شغل، الله يعطيهم العافية. وأدرك تماما هناك أشخاص صارهم 6 شهور ما أخذوا إجازة. اسمح لي أن أشكرك مدير مديرية الصحة في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب، شكرا لك. سأذهب إلى فاصل قصير أخير وبعد ذلك التواصل. أهلا بكم من جديد وأهلا بضيوفي. دكتور بالفاصل حسبنا نحن وياك فقط المخالطين المباشرين سواء في البلقاء أو في الرمثة طلعوا 3233 عينة المخالطين المباشرين. إن شاء الله أرقام بكرة يعني تيجي بسيطة إن شاء الله، الله ذلك. الآن إلى متى سيستمر إغلاق حدود جابر؟ أسبوع؟ هل من الممكن أن يتم الاستمرار بإغلاقه؟ هي واحد. 2، إلى متى سيستمر عزل لواء الرمثة؟ نعم، هسه بالنسبة لمعبر جابر أو لواء الرمثة، هذا بيعتمد على الوضع الوبائي في المعبر والوضع الوبائي في لواء الرمثة. يعني الممكن أن يتم استمرار إغلاق معبر جابر أكثر من أسبوع؟ حسب الوضع الوبائي، إذا كان الوضع الوبائي يعني ظل مستمر بهالريتم هذا التسجيل حالات هذا بده يتمدد كمان، يمكن كمان أسبوع يمكن أقل يمكن أكثر، هذا حسب الوضع الوبائي. إذا كان الوضع الوبائي يتحسن يعني خلال 2-3 عدينا كويس الوضع الوبائي، يعني بصير في أخذ قرار من الحكومة بإعادة فتح المعبر. بالنسبة لواء الرمثة هسا كما تعلم لواء الرمثة يعني تم عزله كونه سجل عدد من الإصابات وكان عددها يعني كبير جدا. بالنسبة للواء تم عزله عن باقي المحافظات حتى ما يتم يعني انتشار الفيروس أكثر مما هو منتشر حاليا، والسيطرة على الوضع الوبائي
خارجي خارج اللواء وداخل اللواء. هسه بالنسبه للواء اليوم يعني كما اليوم صفر حاله، اليوم صفر حاله، فهذا لا يعني انه ما في حالات. فرق الاستقصاء الوبائي خلال فتره العزل بتقوم او مستمره باخذ العينات، وسيتم زي كما اسلف مدير او رئيس فرق الاستقصاء الوبائي الدكتور علي حكى، اخذنا تشاركيا ما بين اربد وما بين اللواء الرمثة، اخذوا عينات بعدد يعني النتائج غدا ستعطينا يعني صوره موضحه عن الوضع بشكل عام بالرمثة، لكن لا نقدر ما بنقدر نعم. انه نحكم من يوم ويومين عن طيب. الوضع الوبائي. دكتور كيف يتم عزل منطقه محدده او بنايه محدده او لواء؟ يعني الان الرمثة اليوم صفر، اذا استمرت الرمثة صفر لكم يوم يرفع عنها العزل؟ صفر صفر حالة اليوم صفر نعم. كم يوم بدهم يكونوا صفر حتى يرفع عنها العزل؟ هسه بالنسبة ل والحظر، هسه بالنسبة للعزل بغض النظر سواء كان لواء أو مدينة أو محافظة أو هذا، في معايير تم وضع معايير شو هي؟ وتعتمد هذه المعايير أولا عدد الإصابات في المنطقة اللي بشكل عام على مستوى المحافظة أو على مستوى اللواء أو على مستوى المدينة أو على مستوى الحي. طيب عدد الإصابات، عدد الوفيات، عدد الحالات الحرجة في المنطقة، عدد المخالطين، كلما ارتفع عدد المخالطين يعني بتاخذ يعني في هناك سكور اللي هو 0 1 2 ماشي نعم. فبالتالي بتجمع اذا كانت الـ طبعا من 12 من 12 المجموع، إذا كانت المحافظة أو اللواء أو المدينة أو القرية أو الحي إذا جمع أكثر من 7 نقاط يتم عزله. نعم. 7 من 12 نعم، أكثر من 7 أكثر من 7 طيب يعني 8 فأكثر. طيب طيب دكتور الآن نتحدث من الممكن أن يتم العزل، ممكن أنه يستمر، وممكن أن يتم عزل مناطق أخرى، ألوية أخرى أخرى وبنايات أخرى، يعني إغلاقات قادمة. نعم. ونحن نتجه إلى عام دراسي جديد، ونحتاج هذا العام الدراسي الجديد نحتاج من الطلاب أن يتفاعلوا مع معلميهم، لأنه تعبنا من التعلم عن بعد. صحيح. هل يعقل ألا يتم أيضا ألا يكون هناك تعلم مدرسي إذا تطورت الحالة، الحالة الوبائية؟ أتمنى أن يكون هناك إجراءات مكثفة، وأن يكون هناك اطلاع على هذه الإجراءات، إشراك أهالي الطلبة في هذه الإجراءات، لجنة الأوبئة، كل ما يتعلق بفتح القطاع المدرسي. اليوم نخاطب عقل المواطن الأردني وضميره، لن ينجح أي تدخل أو إجراء بدون أن يكون هذا المواطن مقتنع وشريك. اليوم إحنا بالنسبة للمدارس إذا أهملنا، نعطي مثالاً، قبل أسبوعين في إحدى الولايات الأمريكية فتحوا المدارس وأهملوا في الإجراءات متعمدين مش مقتنعين. نفس الشيء مدرسة واحدة سجلت 900 إصابة. إذن إحنا اليوم إذا بدنا يعني نحتاج لبروتوكول صحي وإجراءات صحية في العام الدراسي الجديد. نعم واضح تمام. وأنا بعتقد اليوم إحنا أتمنى أنه لجنة الأوبئة على سبيل المثال تذهب في زيارة، إحنا بنحكي اليوم عن فتح معبر جابر صح؟ هل سيفتح بنفس الطريقة؟ ما هي التغييرات التي ستطرأ على المعبر؟ لأنه أنا شو الفائدة أنه أنا راحت الحالات وأفتح المعبر بنفس الطريقة؟ إذا من سيقول أن هناك تغييرا في آلية العمل في المعبر، ومن الذي سيضع هذه الآية الجديدة حتى نضمن عدم بالضبط لجنة الأوبئة يجب أن تكون على رأس ومسؤول ملف كورونا سيجيبنا على هذا السؤال. نعم. وبعد ذلك ستطرح عليه سؤال آخر وهو الآن بالنسبة للمدارس، هل اطلعت لجنة الأوبئة على الخطة الكاملة التي تتتبع الطالب من منزله إلى إلى المدرسة وإيابا؟ البؤرة الثالثة القطاع الصحي، أتمنى إشراك مجلس اعتماد المؤسسات الصحية اليوم الذي يستطيع أن يعمل بصورة منفصلة وموضوعية لتأهيل جميع عياداتنا ومراكزنا الصحية ومستشفياتنا حتى نضمن أن هناك جسم رقابي يضع آلية. يعني اليوم العالم وضع محددات للمستشفيات، يجب أن لا نفترض أن المستشفيات اليوم تعلم ماذا تفعل بكورونا فقط لكونها مستشفى. التعامل مع كورونا اليوم، احنا عندنا مستشفى حمزة من الممكن هو المستشفى الوحيد الآن القادر على التعامل مع في تجربة ونجحوا فيها للأمانة. قطاعنا الصحي بشكل عام لم يجرب،
طيب عندما تمتلئ مستشفياتنا وعادة ما تمتلئ شتاء بأمراض الشتاء زائد الأمراض المزمنة، ما الذي سيحدث؟ يعني أضرب مثال بسيط، بكرة إذا في 10 طلاب عمرهم 10 سنوات 11 سنة ظهرت فحوصاتهم إيجابية، أين سنأخذهم؟ إلى مستشفى حمزة مع أهلهم ولا إلى البحر الميت مع أهلهم؟ أم سنحجرهم في منازلهم؟ معناها إحنا بدنا اليوم الخطة لهذول 10 طلاب فقط 10. صحيح. اليوم الخطة اليوم يجب أن تختلف، لن نستطيع الاستمرار بنفس الطريقة ونفس الآلية. طيب. سأستمع إلى إجابات في دقيقة ونصف لأنه ظل معي من البرنامج دقيقة ونصف. نعم. السؤال الأول، هل هناك تغيرات ستطرأ على المعبر؟ نعم، تم تشكيل لجنة وزارية من قبل دولة رئيس الوزراء وتم الاجتماع لهذه اللجنة. من هي اللجنة بالله؟ اللجنة من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالموضوع. متى ستخرج نتائج هذه اللجنة والتغيرات التي ستطرأ؟ امبارح كان على معبر العمري اجتماع وتم تنقلات اليوم طلعت من وراء الوقوف. هاي زيارة دولة الرئيس كانت، اما امبارح كانت في اللجنة وراح يكون في تغيير جذري على مثل بالنسبة تغيير جذري مثل شو سيدي؟ هسا بالنسبة للسواقين مثلا للسائق توباك مش راح يكون في اختلاط ما بين السائق اللي جاي من برا وما بين السائق الأردني. كويسة هاي فين؟ ماشي. راح يكون في بالنسبة للفحوصات راح يكون في هناك المختبر، تم إنشاء أو استحداث مختبر من وزارة تابع لوزارة الصحة على المعبر، وهناك في فريق استقصاء وبائي بأخذ العينات وبديها للمختبر وبتطلع النتيجة خلال ساعتين وربع قبل ما يعني ماشي فين. هاي نقطتين تغيير كويس. كافة وسائل الوقاية وتم تعميم على جميع الموظفين والكادر العامل من مخلصين ومن جمارك ومن أمن ومن جميعهم طبعا، سيتم فحصهم بشكل أسبوعي للعاملين بهذا طبعا عن طريق المختبر الموجود هناك PCR و هذا كل. طيب ماشي. طب بالنسبة للمدارس هل هناك خطة واضحة؟ نعم. وضعت بالنسبة لطلاب المدارس؟ نعم، وهي هناك بروتوكول متكامل، تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة ومن وزارة التربية وتم وضع بروتوكول وتم عرضه على لجنة الأوبئة وتم مراجعته من قبل وافقوا عليه. وافقنا عليه ممكن نحصل على نسخة من هذا البروتوكول حتى نقدر نعرضه للناس نقول لهم كيف راح يكون البروتوكول. ممكن ليش؟ أرجوك زودني حتى نطلع نظهر الناس عليه. النقطة الثالثة، مجلس الاعتماد الطبي اللي تفضل فيه الدكتور، هل سيتم إشراكه؟ نعم، هاي طبعا بدها قرار من طيب الحكومة. ماشي. نعم. فصل الشتاء يا سيدي، احنا بالنسبة لوزارة الصحة موجودة الخطة موجودة متكاملة، يعني بغض النظر عن الشتاء او غير الشتاء في عندنا خطة. بس لم يتم تشكيل لجنة بالنسبة لفصل الشتاء. لجنة شو يعني؟ زي المعبر جابر وزي المدارس. لا بالنسبة لا احنا بالنسبة لنا 24 ساعة شغالين سيدي. شكرا بدون لجان. شكرا جزيلا لك مسؤول ملف كورونا وزارة الصحة الدكتور عدنان الصعقة. شكر موصول لرئيس قسم الأمراض الدرو والعناية الحديدية مركز الوصول للسرطان الدكتور فلس سواري. دائما نحتاج إلى حلول منك دكتور. شكرا جزيلا لك ولك أيضا دكتور. دمتم بخير، نلتقيكم غدا، كل التحية.